بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأعلى. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة الغاشية، وهي أيضا سورة من سور القرآن المكي، وهي سورة 11 في هذا الجزء 30. سورة الغاشية افتتحت بقول الله سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة. هذه السورة أيضا افتتحت بالكلام عن يوم القيامة، والغشية اسم من أسماء يوم القيامة كما مرت علينا أسماء أخرى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يبقى يوم القيامة سمي بأسماء كثيرة، وكل اسم من هذه الأسماء يبقى يعبر عن مفهوم ومدلول. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى سمي بيوم الفصل لأن الله تعالى يفصل بين العباد ويجازي العباد بأعمالهم، هذا يوم الفصل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين عباده ويجازي عباده سبحانه وتعالى في هذا اليوم عما قدموا في حياتهم الدنيا، ونتيجة هذا الفصل إما أن الإنسان يساق إلى جنة وإما أن يساق إلى نار حسب ما قدم من أعمال. أيضا مرت علينا الآيات بعد ذلك أنها يوم القيامة يسمى أيضا إذا جاءت الطامة الكبرى، يبقى سمي بهذا الاسم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه في ذلك اليوم يتذكر الإنسان هذا السعي الذي سعاه في حياته الدنيا. وبين لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة النازعات أن الإنسان مآله إما إلى جحيم وإما إلى جنة، ووصول الإنسان إلى إحدى الدارين بناء على الطريق الذي سلكه هذا الإنسان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبقى كيف وصل إلى هذه الدار وكيف كان من أهلها؟ ذلك أنه سلك هذا المسلك الذي أوصله إلى الجحيم، وفي المقابل الطريق إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى كيف وصل إلى تلك الدار؟ يبقى سلك هذا الطريق الذي أوصله إلى الجنة. يبقى أولا كانت عقيدة صحيحة غرست في نفسه، وكان أثر هذه العقيدة الصحيحة أنه قد استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، فكان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا اليوم سمي بالصخة، فإذا جاءت الصخة ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحدث في ذلك اليوم. فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم يحدث هذا الحدث، هذا الفرار، حيث يفر الإنسان من أقرب وأحب الناس إلى قلبه، فقد أتاه ما يشغله
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فدايما بنجد أن الكلام عن يوم القيامة أيضا سميت بالساعة، فيسألونك عن الساعة، يبقى الساعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. والساعة عبارة عن برهة من الزمن، يعني يسألونك عن الساعة، ما هي الساعة؟ الساعة دي برهة من الزمن، وبالتالي دلالة على سرعة انقضاء الدنيا وسرعة رحيل الدنيا، وكذلك وقوف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة، يبقى كلمة الساعة هي عبارة عن برهة من الزمن، والدنيا فعلا برهة من الزمن، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى في سورة النازعات يبقى جاءت الطمة وكذلك الساعة، هذه كلها أسماء من أسماء يوم القيامة، والصخرة كذلك كما قرأنا في سورة عبس. بتأتي بعد ذلك الآيات أنها بيسمى بيوم الدين كما ورد في سورة الانفطار، يبقى سمي بيوم الدين أي حيث هو يوم الجزاء، يجازى العبد على أعمالي، حيجازى العبد على أعمالي، يبقى سمي بهذا الاسم. اليوم الموعود كما جاء في سورة البروج، يبقى دي كلها أسماء ليوم القيامة، وكل اسم نقول له يعني دلالة، له دلالة يقع في نفس الإنسان. ونقول أو نقول إن الآيات تأتي لتفسر لنا هذه الدلالة أو هذا الاسم الذي سمي به يوم القيامة. يأتي بعد ذلك سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ الكلام عن يوم القيامة. وبينا أن هذا الجزء، الجزء الثلاثين، يبقى بيتكلم عن هذه القضية، قضية البعث، لأن هذه قضية لو رسخت فعلا بصورة صحيحة في النفوس لرأينا أثر هذا الترسيخ وهذا الغرس في النفس، في رأيناه في ظاهر وفي حال الإنسان، في انضباطه في سلوكياته وفي أقواله وفي أفعاله. يبقى بيستحضر هذا المشهد، وهذا المشهد يعني كفيل لما يرى الإنسان هذه الأحداث ويرى يوم القيامة وما يحدث لنا في ذلك اليوم وما الأحداث التي تمر علينا، فعلى ذلك نجد أن الإنسان مع التذكر الدائم لذلك وما استحضر هذه المشاهد يستقيم على أمر ربي، يخشى على نفسه من تقصير في طاعة، يخشى على نفسه أن تنحرف أو تزل القدم في معصية، يبقى بيخشى على نفسه. ولو وقع في معصية رأيناه عاد يعني من قريب تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى، يصحح هذا المسار. لو انحرف أن نتيجة توافر تداعيات المعصية تزل القدم، فعلى ذلك لكنه لا يستمر في ذلك، يعود من قريب إلى ربي سبحانه وتعالى، يصحح المسار، يعود تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى. فهذه السورة 11 في جزء 30، وهي بتتكلم أيضا عن الساعة، وكما بينا أن الكلام مش عن إثبات البعث فحسب، ولكن ما وراء الإثبات. وقلنا ده منهج القرآن، ما وراء الإثبات، ما زال الكلام، ما زال الكلام عن الساعة، ما زال الكلام عن البعث، ما زال الكلام عن الأحداث والأهوال التي يمر بها العباد، ما زال الأحداث أيضا عن النتائج التي نراها في يوم البعث كنتيجة لما قدم الإنسان في حياة الدنيا. يبقى الدنيا دار العمل، ميدان العمل، يبقى هذا الميدان ميدان العمل نرى يوم القيامة يبقى الجزاء الذي يوفاه الإنسان حسب ما قدم من أعمال. يبقى بنعمل إحنا في الدنيا، بنتكلم وبنتحرك ويذهب الإنسان ويأتي الإنسان حركة دائبة حتى يأتي الموت فيختم على عمل الإنسان. يبقى الدواوين التي كتبت وسطرت على الإنسان يوم القيامة تنشر هذه الدواوين، وبالتالي على ذلك هذا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيش عمل يعني فعله الإنسان إلا ويراه مكتوبا في هذه الدواوين، فيش قول يتكلم به الإنسان إلا يراه مكتوبا في هذه الدواوين. أي مشهد يعني أي هيئة أي حالة كان عليها الإنسان يرى ذلك قد كتب عليه في هذه الدواوين التي تنشر عليه، وعلى أساسها يحاسب ويجازى هذا الإنسان. في هذه الصورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ يبقى أسلوب فيه تشويق، يعني هل وصل الخبر كذا؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
يبقى على ذلك بيهيئ الإنسان لكي يستمع وينصت. أترى ما قصة هذا اليوم أو قصة هذا الحدث أو قصة هذا الخبر؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم بيّن لنا ما يحدث للعباد في ذلك اليوم. وتكلم أن نتائج الأعمال تظهر على الوجوه، نتيجة العمل هتظهر على الوجوه، وأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى فريق هو من أهل الشقاء وفريق من أهل السعادة، ونتائج هذه الأعمال هنراها على الوجوه كما مرت علينا الآيات. يبقى هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. يبقى الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وطبعا الإنسان يساق إلى الجنة كنتيجة لنتائج الأعمال التي عملها في الدنيا، وهذا إنسان يساق إلى النار كنتيجة لنتائج الأعمال التي عملها في الدنيا. يبقى اللي حيساق إلى النار يبقى ده كلها نتيجة ما قدم في حياة الدنيا، الذي يساق إلى الجنة كنتيجة ما قدم في حياته الدنيا. وكذلك هذه الأعمال نتائجها تظهر على الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. يبقى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى الوجوه عند ذلك يبقى وجه يرى عليه السرور والنعيم، ووجه كالح عابس باسر يبقى كالح عليه سواد وظلمة، قلنا لما يرى نتيجة هذا العمل في الآخرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى ده الفريق الأول، وجوه يومئذ خاشعة يبقى ذليلة لما ترى من هذا العذاب والتنكيل الذي أعد لها في الآخرة. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يبقى كالحة وسوداء مظلمة وعابسة ذليلة مهانة. نقول لماذا؟ لما ترى ما أعد لها في ذلك اليوم جزاء وفاقا على أعمالهم السيئة وأعمالهم الفاسدة. فالله تعالى يذكر لنا هذه الوجوه وما يرى عليها من ذل وخزي ومن هوام. عاملة ناصبة، قيل عاملة ناصبة، قال هذا ينطبق على النصارى، ينطبق على النصارى يعملون، لكن هذا عمل مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى عاملة في الدنيا معذبة في الآخرة، عاملة ناصبة معناها يعني تقدمت واجتهدت في الأعمال لكن كلها أعمال مخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان يعمل عمل ولكن عمل مردود، وقد يكون عذاب الإنسان بسبب ذلك العمل حتى لو بدا لنا أنه في صورة طاعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يثيب الإنسان على عمله لو كان صحيحا إلا إن كان خالصا لله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يأتي بعمل فيما يبدو لنا هو طاعة، هذا فيما يبدو لنا، ولكن يرد على هذا العمل ويعذب بسبب ذلك العمل الذي نراه في أعيننا جميعا أنه طاعة. لماذا؟ لأنه لم يخلص هذا العمل لله، لكنه أراد الرياء، أراد السمعة، أراد أن يذكر عند الناس كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن أول ثلاثة تصعر بهم النار. يبقى أول ثلاثة تصعر بهم النار يقولوا يعني دول فجار إلى غير ذلك، لا، ده عالم ومتصدق وشهيد، عالم يعني كان إنسان بيغبط هذا العالم على ما وصل إليه من علم وعلى مكانته. وهذا رجل قاتل حتى قتل في أرض المعركة وميدان المعركة، وهذا رجل ربنا سبحانه وتعالى من عليه بألوان وأصناف من المال، فكان يتصدقون وهناك، فكنا نغبط هؤلاء على أنهم كانوا يعملون هذه الأعمال، لكن في الحقيقة هذه الأعمال هي بسببها سيكب على وجوه في النار. لماذا؟
يا ترى لماذا العمل صحيح فيما يبدو لنا؟ فإحنا بنحكم على العمل بالصحة لما نمرر هذا العمل على الكتاب والسنة، يبقى من ناحية الظاهرة هذا عمل صحيح، يبقى استوفى الشروط، استوفى الأركان الواجبات، يبقى هذا عمل صحيح لأنه كان بعيدا عن مبطلات هذا العمل، لكن هذا عمل يرد على صاحبه بل بسببه يعذب في النار. يبقى كان عامل ومجتهد، ولكن اجتهادنا أساسا يبقى على ذلك كان من أجل حظ النفس لم يكن لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يؤتى بهذا العالم وربنا سبحانه وتعالى يذكره هذه النعم، وبالتالي يسأل ماذا عمل في تلك النعم بعد تذكيره. يبقى قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته في وعلمه للناس، لكنه في الحقيقة ما كان ذلك لله، كان لحظ نفسه حتى يقال عالم وقد قيل، يبقى خلاص استوفى الأجرة، يبقى هو كان بالعمل ده طالب أجرة معينة أن يذكر عند الناس، وقد قيل اشتهر بين الناس أنه عالم، ولكنه يبقى عند ذلك ليس له يعني إلا النار في الآخرة، لأن هذا العمل لا يقبل إلا إن كان صوابا، يبقى موافق للسنة وكتاب السنة وخالصا لله، الوجهة تكون لله سبحانه وتعالى، إن كانت لغيره فيرد ذلك العمل على صاحبه ثم يكب بسبب في النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، ليه؟ ليس له قيمة ولا وزن وليس له ثواب، لماذا؟ لم يعقد ذلك الثواب على الرغم من العمل الصحيح، لأنه لم يتوجه بذلك العمل إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى كان عامل وبيجتهد، هذا لم يعني يوصف بالعلم إلا كنتيجة يعني أنه كان يسر الأيام والليالي وقد انقطع لتحصيل العلم وتعليم العلم، لكنه ما أراد بذلك إلا أن يذكر عند الناس، وقد قيل خلاص ده الأجرة اللي هو طلبها أخذها في الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. يبقى عاملة ناصبة، يبقى اجتهدت هو في الدنيا ولكنها ليس لها في الآخرة إلا النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بكلام احنا بنتكلم على طائفة مسلمة وأدت هذا الأداء، وقلنا أداء يعني كما نرى من أرقى الأعمال الصالحة التي تقدموا بها، لكنها أعمال لم تكن خالصة لله، ما بالك بقى لو كانت طوائف كافرة، لكن كانوا يجتهدون، أدي دول رهبان انقطعوا للعبادة، قطعوا العبادة ولكنها حترد عليهم وبالتالي أيضا يعذبوا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له ولا وزن، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. كلم على ما أعد لهؤلاء من عذاب في الآخرة. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يعذبون عذابا شديدا، وشراب هؤلاء يكون الماء المغلي، ويعني الإنسان يعني هذا الماء المغلي تقطع به الأمعاء، ما يبقى اشتد غليانه، اشتد حره، اشتد أيضا حموه، وكذلك الطعام يبقى عندما يطعمون في النار. ما هو طعام هؤلاء؟ ده طعام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، وده المطلوب من الطعام، الإنسان ما بيصاب بالجوع يبقى بيأتي للطعام يسد به ذلك الجوع، دول مهما أكلوا واستزادوا من ذلك الطعام هذا طعام لا يغني من جوع، وكذلك لا يستفيد به الجسد، ولكنهم يزدادوا عذابا على عذابهم. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى ده عذاب أهل النار، قلنا على الرغم أنهم يعني تقدموا بأعمال لكنها أعمال مردودة، أعمال غير مقبولة، لم يوفقوا إلى العمل الصالح. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم. يبقى ده هذه شجرة الزقوم، يبقى لما يطعموا شجرة الزقوم ماذا يحدث؟ يعني هذا طعام الأثيم المخالف المكذب آيات رب سبحانه وتعالى، كالمهل يغلي في البطون، يبقى غليان كده كغلي الحميم، زي ما بنشوف الماء لما بيغلي أيضا دي تغلي في البطون وتقطع بها الأمعاء. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم
والجلود ولهم مقام من حديد. يبقى انظر يعني هذا الماء المغلي تتقطع من خلاله الأمعاء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإذا مجرد أن يقرب وجهه كده إلى هذا الماء يبقى الحرارة المنبعثة من غليان الماء يبقى تسقط بسببها لحم أو جلد ولحم ذلك الوجه. يبقى ده أثر، ده أثر الغليان. يبقى هذا البخار متصاعد، الحرارة أنبعث من ذلك الماء المغلي. يبقى على ذلك لو قرب وجهه وجاولة تساقط اللحم والجلد من على وجهه. يبقى هذا ما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى من عذاب أهل النار حتى نكون على بصيرة. إنسان لما تذكر كده ويرى هذا المشهد، دي مشاهد حقيقية، فلما نرى المشهد هو على ذلك يتراجع الإنسان. لو كان هواء أساسا أو النفس الأمارة بالسوء بتحركه إلى معصية أو مخالفة أو تباطؤ في فعل الطاعات، لما تذكر ذلك قام يعني من فوره، ثم مضى مسرعا مبادرا إلى فعل الطاعات والابتعاد عن المعصية. أيضا ننظر إلى الصورة المقابلة. يبقى هذه وجوه يعني سوداء عليها غبرة ترهقها قطرة. في المقابل دائما كده أسلوب المقابلات كما بينا هذا له أثر بالغ في النفوس. يبقى هذه وجوه ذليلة عليها الخزي عليها العار، سوداء مظلمة كالحة باسرة. يبقى على ذلك ده وجوه الكفرة والفجرة الذين انحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى. طب من آمن واستقام على أمر ربه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يبقى هذا ما أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الذين آمنوا ثم استقاموا على ذلك الإيمان حتى أتاهم اليقين. فماذا أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة؟ وجوه يومئذ ناعمة بطرى عليها يعني أثر النعيم، نظرة النعيم، ويطرى عليها أيضا يعني هذا السرور والفرح أن الله عز وجل نجاهم من النيران، أن الله تعالى نجاهم من النيران، والله عز وجل جعلهم من الفائزين الذين فازوا بدار السلام، دار السعادة، دار الرضوان، دار الكرامة. فعلى ذلك ترى نظرة النعيم على وجوه هؤلاء. احنا استمعنا إلى الآيات، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يبقى هم كانوا يعملون وكانوا يخافون على أنفسهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا حرك هؤلاء لفعل الطاعات، وكانوا ينفقون من أموالهم واستقاموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ثم تأتي الآيات لكي تبين النعيم الذي يتنعمون به في الجنة. كذلك في هذه الآيات بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو النعيم الذي يتنعمون به في الجنة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لما بترى الجزاء يبقى على ذلك سرور وفرح شديد جدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم في الدنيا فأمنوا واستقاموا، والله عز وجل يرد هؤلاء في الآخرة. وسوف يعطيك ربك فترضى، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من ألوان النعيم في الجنة لسعيها راضية. بدي سعي وهذه جزاء السعي، جزاء السعي، وكان سعيكم مشكورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يشكر هذا العبد على سعيه الطيب فيجازيه بالجنة. وحتأتي الآيات لما في سورة الليل تتكلم عن النار وشدة النار، وبين ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا شقي يواقع النار والعذاب، وهذا تقي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيجنب هذا التقي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك النعيم لأهل الجنة حتى يعني يرضوا. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يعني
يقلع عليهم الرضوان وكذلك يرون ربهم سبحانه وتعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى ده نعيم، هذا نعيم فوق النعيم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الجزاء كان نتيجة لسعي هؤلاء لما آمنوا واستقاموا على أمر ربه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يبقى هذه الفرش الذي يعني يجلسون ويتكئون عليها، وأكواب موضوعة اشتملت على كل أصناف الشراب مما لذ وطاب، يعني مما لذ وطاب، وكذلك ونمارق مصفوفة. يبقى وسائد يتكئون عليها، نقول هذه وسائد من استبرق، هذه وسائد من الحرير، ويبقى متنوعة. قلنا ده كل نعيم. وزرابي مبثوثة أي البسط التي تحت هؤلاء بيبقى بسط حسان. يبقى كل ذلك صورة النعيم، ودي صورة تفصيلية يعني لجزئية من جزئيات النعيم. يبقى لو كانت الجنة بهذه الصورة يبقى كيف يضحي بها الإنسان، كيف ينشغل الإنسان عن طلبها؟ يبقى الجنة تطلب، يبقى كيف أطلب الجنة؟ يبقى في أعمال، يبقى أن تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى. لما أنا أرى الجنة كده رأي العين يبقى ده محرك للإنسان، محرك لمزيد من الطاعات، عنده نشاط وعنده اجتهاد، يعني عنده نشاط. نقول إن الجائزة هي حري فعل بالإنسان يعني ألا ينام الليل، ليه؟ لأنه بيطلب ذلك. لو غفل الإنسان يبقى نتيجة عدم الرؤية الصحيحة. لكن لما أنا لا أغفل عن رؤية الآخرة، لا أغفل عن رؤية هذه الجائزة السلعة الغالية، يبقى ده مش هيدعي الإنسان يطلب الراحة في الدنيا، وكذلك الغفلة أو التكاسل ده هيحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات. يبقى لا ينام حيث ينام الناس، ولكنه تراه قائما منتصب القامة بين ذلك سبحانه وتعالى ونجي بالليل، والناس يغطون في نومهم بالنهار يعني صيام وبالليل قيام، وما بين اليقظة والنوم على ذلك عمل متواصل دؤوب في استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ثم تنتقل الآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى تذكير عباد تأكيد على هذا الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته قادر على إعادة العباد بعد فنائهم. يبقى عشان يعني يتأسس داخل النفس هذا الأمر، ويبقى الإنسان يبقى على يقين أنه مبعوث من بعد الموت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمر العباد أن ينظروا في ملكوت السماوات الأرض، الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، دل على قدرته. قلنا حتى يرسخ داخل النفوس هذه قضية البعث، وبالتالي نجد أن الآيات، طب كنا نكتفي بالآيات الأول، لكن لا، دي آيات فوق آيات، والتذكير الدائم بهذا الأمر وبيان قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد. فالذي بدأ الخلق من عدم قادر على إعادته بعد فنائه، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. لخلق سماوات الأرض أكبر من خلق الناس. هذه توجيه بقى، التوجيه. انظر بقى، أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت. فكر يعني، وربنا سبحانه وتعالى ذلل هذه الإبل للركوب والانتفاع بها الكثير، ونقول أنها تنقل الإنسان من مكان إلى مكان، يعني لا يستطيع أن يصل إليه إلا بصعوبة بالغة. فالله تعالى ذلل لنا هذه الإبل للركوب وينقل بها الإنسان من مكان إلى مكان، ده بالإضافة إلى المنافع التي ننتفع من خلال بهذه الإبل من لبنها ولحمها وصوفها لغير ذلك، كل ده منافع أساسا. ورب سبحانه وتعالى يعني أراد بالعبد أن يتفكر فعلا في نعم الله، وإحنا مرت علينا في سورة النحل بيان هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإبل أهو لو لم يكن فيها إلا أنها هتنقل الإنسان من مكان إلى مكان كان بصعوبة بالغة أن أصل المكان الثاني، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذل لنا هذه الإبل الركوب، ده بالإضافة إلى المنافع الكثيرة
التي نحصل عليها من الإبل، قلنا من اللحم ومن الشحم ومن الجلد ومن اللبن إلى غير ذلك. يبقى دي كلها منافع كثيرة جدا. ويكفي كده أن الله تعالى ذلل لنا الإبل. لو لم تذلل لا يستطيع الإنسان أن يمتطع على ظهرها. ولكن يا ترى أنت بتمتطع على ظهرها، وبالتالي أيضا بتوجه هذه الإبل إلى المكان الذي قصدت وأردت، وهي أساسا مذللة لذلك. طب لو لم تذلل يبقى من الصعوبة بمكان أن تمتطع على ظهرها أو تقترب حتى منها. ولكن الله تعالى كما بيّن: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. انظر كده إلى السماء، ارفع البصر للسماء، يعني ارفع البصر للسماء. هي السماء سقف محفوظ، رفعت بغير عمد نراها، فما الذي رفعها؟ من جعل السماء متماسكة؟ ما هذه السماء بها النجوم وما زينت به من هذه الكواكب والنجوم؟ يبقى كل هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى خلق الله عز وجل الخلق بقدراته. يبقى السماء يبقى دي كالسقف المحفوظ اهي، والسماء يعني نقول متماسكة، وكذلك رفعت بغير عمد كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى آية من آيات الله: فارجع البصر، هل ترى الفطور في خلل؟ لا تجد أي خلل. طب ارجع البصر مرة ثانية، مرة ثالثة، لا خلل، لا تجد أي نوع من الخلل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. والجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى الأرض مهدت اهي وأصبحت مهيئة لكي نعيش على ظهرها، على ظهرها. ومصالح الإنسان الدنيوية يقضيها على الأرض لأنها مهدت وأيضا أصبحت ممهدة لأن نعيش فيها. ده بالإضافة أن الله تعالى ثبت هذه الأرض عن طريق الجبال. يبقى آيات، ودي آيات يعني نقول يعني مرئية للصغير والكبير والقاسي والداني. يعني دي مش آيات مبهمة أو آيات بعيدة عن مرمى نظر الإنسان، لا، ده احنا بنتعامل معاها. كل الظواهر دي احنا بنتعامل معاها يوميا. يبقى لو أنا نظرت إلى أسفل قدمي أدي الأرض هي وسطحت، والجبال تم تثبيت الأرض عن طريقها، وإلا كانت تميد من تحت قدم الإنسان. السماء يبقى نراها كده، يبقى كيف رفعت بغير عمد، وكذلك أدي الإبل وكيف ذللها لنا ربنا سبحانه وتعالى لركوب. يبقى حتى إذا استوينا على ظهرها يبقى قلنا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى سبحان لو يسخر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، يعني الواحد يتذكر بس، يعني فعلا لو لم تذلل لنا، لو لم تسخر لنا بهذا الأمر، كان ممكن إحنا نتعامل معه أبدا، لا نستطيع أبدا. لكن كيف نتعامل؟ نقول ده الطفل الصغير من الممكن أن يقود ذلك الجمل، وهو الجمل على ذلك بينساق مع ذلك الطفل الصغير. يعني كيف ينساق؟ مذلل لذلك، مسخر. والله تعالى سخر لنا ذلك الكون لنفع الإنسان، يعني لنفع الإنسان. كل هذا الكون مسخر لنفع الإنسان، ثم ترى بعد ذلك معاندا مخاصما يعني مكذبا بآيات ربي سبحانه وتعالى، جاحدا لقدرة الله سبحانه وتعالى. كل من أنكر البعث كان جاحدا لقدرة الله سبحانه وتعالى، مع إقراره أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وخلق الخلق بقدرته. فطب لما إحنا نثبت ذلك، يعني كيف لك أن تقول أن الله تعالى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائهم، إن كان خلقهم بقدرته وخلقهم من عدم؟ فعلى ذلك النشأة الأخرى أهون من الأولى، وإقرار الإنسان بالأولى لابد أن يقر به الثانية. لكن ده الجحود، الكبر، وكذلك أيضا قلوب مظلمة سوداء، يعني منكرة الحق، باغضة، كارهة لذلك الحق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. يبقى دي مهمة الرسول، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيدعو الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، ويعرف الناس بربهم، وكذلك يرشد الناس كيف تعرفون على ربهم وعلى قدرته وعلى عظمته. يبقى من خلال هذه المشاهد للكون المنظور المشهود. فعلى ذلك مهمة النبي يعني دعوة الناس إلى الدين، لكنه لا يستطيع أن ينفذ إلى قلوب الناس، لا يتصرف في القلوب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر انما انت مذكر، لست عليهم مسيطر، ليس له سبيل ان ينفذ من خلاله الى قلوبهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهدايه دهيت يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد لا يقلبها ولا يصرفها الى رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. احنا بنذكر دايما ان الاولياء والاتقياء في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يا الله عز وجل هو الذي هدى هذه القلوب هذه النفوس الى طاعته، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصل لها سبيل الطاعات. يبقى من يريد الله ان يهدي يشرح صدره الاسلام، يتسع الصدر كده لكي يستقبل هذا الدين. فهذه قلوب العباد بين اصبعين وصبع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء، ايما قلب اراد الله تعالى ان يقيمه على طاعه اقامه، ايما قلب اراد ان يزيغ ازاغ، ولا يسال عما يفعل ويسالون. يبقى دي يعني دي امور كلها لابد من التذكير الدائم للانسان، يعني لابد ان يكون مذكرا لنفسه بهذه الامور اعلم يقينا. قلنا لان من الممكن مع الطاعه يدخل الزهو والعجب الى داخل النفس، ممكن مع تواصل الإنسان للطاعات يبقى لم ينقطع عن صلاة الفجر، لم ينقطع عن دروس العلم، وكذلك أيضا معه مال يتصدق، فممكن يدخل هذا الزهو إلى داخل النفس. لكن تذكر يبقى أن الإنسان ممكن ينقلب بين لحظة وأخرى، يبقى كان على الهدى الزمن الطويل لكن هو لا يدري، العقبة مطوية، لا يستطيع أن يحكم لنفسه ولا لغيره أنه يختم له بالسعادة، لأنها العواقب مطوية ولا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى لا يعلمها. وبالتالي بيشتد خوف المؤمن، يبقى كلما مضى في طريق الاستقامة يخاف، يعني يخاف كده هو نجا خلاص، لا لم ينجو، حتى يعني يرى بقى المشهد لما تأتي الملائكة تبشره بالبشرة، لكن قبل ذلك ولا يعلم. يعني من يستطيع يقول أن ما قدم من عمل يعني كان مقبولا عند ربك؟ ممكن اقول لك صحيح، كان صحيح، لان ادي الشروط اهي عارفينها وما فيش شرط احنا تركناه، ادي الاركان كلها اتينا بالاركان على كمالها وتمامها، وادي الواجبات وادي السنن، فعلى ذلك اتممنا ذلك. ده بالاضافه اننا قد ابتعدنا عن المكروهات وكذلك المحرمات او المبطلات مثلا للعمل، فعلى ذلك يبقى عمل في الحكم عمل صحيح. كان احنا بنتكلم على قبول العمل، قبول العمل ده محتاج ان فعلا تكون الوجهه خالصه لله، ولا يستطيع انسان ابدا ان يزكي نفسه في ذلك او ان يقول انه يعني قد اخلص في ذلك العمل. الله اعلم يعني بمن يقاتل في سبيله، الله اعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لما بيسأل عن الشهيد، يعني الشهيد مين؟ اللي هو هيقتل في سبيل الله، والله اعلم بمن يعني يقاتل في سبيله، هو اعلم سبحانه وتعالى. مع ان احنا راينا ده بيقاتل بجاهد جهاد يعني، وعلى ذلك وقف في صد الكفار وايضا يعني احداث نكايه في الكفار، لكن لا نعلم. ده مساله قلبيه، الظاهر كده يعني احنا هنغبطه على ذلك الامر، لكن في مساله قلبيه احنا لا نستطيع ان نصل اليها. لا نستطيع، ده مش انا اللي استطيع، ده لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستطيع ان يصل الى ما في قلوب العباد، لا يصل الى ذلك الا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يطلع على ذلك الا الرب المعبود. وبالتالي بقى احنا العمل عشان يبقى مقبول ادي الظاهر صحيح، الباطن بقى كانت الوجهه فعلا لله ولا لا، يبقى احنا نحكم على ان ده عمل صواب ولا ليه؟ لانه معايير اهي، معايير بنزل من خلال هذا الامر. لكن هو مقبول ولا لا؟ احنا نتذكر دايما ان ابراهيم عليه السلام لما امتثل امر ربه سبحانه وتعالى وقام برفع قواعد البيت مع ولد اسماعيل، بعد ما انتهى وامتثل الامر يعني ماذا قال؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ده ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يعني ابراهيم الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى واثنى عليه، ولكن مع ذلك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. احنا راينا كده في سوره ابراهيم أن يعني إبراهيم في دعاء الرب سبحانه وتعالى إيه؟ يعني أن يجنبه وأبنائه الأصنام، ليه؟ رب إن قلنا أضللنا كثيرا من الناس، إبراهيم رب سبحانه وتعالى زكاه وأثنى عليه، إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه للصراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، ومع ذلك كان يخشى على نفسه، يعني كان يخشى على نفسه، وبالتالي لما كان يتمم العمل يتوجع على فوره رب سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا ليه؟ لأن الله تعالى تقبل العمل لو كان صوابا. أدي الصواب أهو معايير اللي احنا نحكم بيها خالصا. مين بقى؟ مين يستطيع يقول ان ده كان عمل خالص لله؟ انا بجتهد ان يكون العمل ده خالص لله، لكن يا ترى خالص لله ام لا؟ انما تقبل الله من المتقين، يبقى قبول العمل ده يبقى صاحبه يكون من المتقين، وبالتالي هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، وحده اعلم بمن اتقى، يعلم ما في قلوب العباد. قلنا خاصة ان احنا قرأنا: لا تقل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، يعني يحسبون انهم على الهدى على الطريق الصحيح، لكن حيرد ذلك لانهم قد انحرفوا. هو لا يدري، قلنا من ناحية العمل لا صحيح، لكن من ناحية بقى الاخلاص هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. يبقى لذلك الله عز وجل كما بين: فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. يبقى القلوب دي احنا ليس لنا، يعني ليس لنا سبيل ان ندخل الهدايه اليها. يبقى الهدى والضلال ده بيد الله سبحانه وتعالى، تقليب القلوب وتصريف القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قلت الانسان المؤمن لا يامن على نفسه مهما هو استقام على امر الزمان الطويل، هو يعلم يقين انما الاعمال بالخواتيم. الخطوه الاخيره دي احنا يبقى عينه على الخطوة الأخيرة، يبقى نقول ممكن ينقلب في لحظة، فيسبق عليه الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان الإنسان يبقى منشغل كده، كل ما هو مضى في طريق الاستقامة كلما ازداد خضوع هذا الإنسان وتذلل هذا الإنسان بين يدي سبحانه وتعالى، انكساره بين يدي سبحانه وتعالى، ازداد تواضع هذا الإنسان. يعني لماذا؟ أن العقيبة مطوية لا أعلم بما يختم لي، لا أعلم. فإحنا رأينا دولة أو انشغلوا، يعني كانوا ينفقون الأموال ولكنهم يعني لم ينشغلوا لا بالثناء ولا المدح. ما لإيه قضيتهم؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خايفين من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خايفين أن هذا العمل لا يقبل، خايفين أن هو أن ينحرف أو يرتد عن دين ربي سبحانه وتعالى. ده هي عبارة عن كلمة، كلمة كلمة، يعني تخيل هو استقام عن ربه وبالتالي كده قال كلمة الكفر في النهاية، كلمة الكفر. يبقى على ذلك خذ ما له بإيه؟ بالسعادة؟ ده خذ ما له بالشقاء. ده هو كان إحنا بنظن إن هو يسير في طريق السعادة، لكن خذ ما له بذلك العمل. يبقى بالعمل إيه؟ هذا عمل سيء، خذ ما له. كانت عبارة عن كلمة، عبارة عن كلمة. قلنا يبقى إنسان مستقيم، يبقى اشتد غضبه، سب الدين، مات على ذلك، خلاص مات كافر. يبقى نقول على ذلك ده كان مستقيم كنا بنغبطه على ذلك، لكن كلمة، يبقى كلمة أوحى له الشيطان فنطق بهذه الكلمة، كلمة الكفر. فعلى ذلك احذر، اللي هو الإنسان بيتربص بنفسه، وكلما تقدم في طريق الطاعة طريق الاستقامة كلما كان خوف الإنسان أشد، خوف الإنسان أشد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الإنسان من ربه، فذكر من أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يبقى بيذكر الناس بين يعني فريقين، اما ان هو يبقى يقبل هذا الحق ويفعله في حياته ويستقيم على ربه، واما ان يكون منه ايه؟ التولي والاعراض. التولي والاعراض، والتولي والاعراض ده يبقى يسمع النص ولا يعمل به. يعني تولي واعراض، يعني التولي والاعراض كده يعني بنقوله ان هو هيتركك ويمشي؟ لا ابدا، يسمع الكلام اهو ولكن بعد ذلك لا يفعل، يعني لا يفعل. يعني ده تولي وإعراض، تولي وإعراض. قال الله تعالى فعلوا كذا، سمع الكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، سمع الكلام ده. احنا نشوف بقى حاله، تصرفه، هيكون منه التولي والإعراض ولا الانصياع ولا التفعيل؟ بين فريقين. يبقى احنا سمعنا النص اهو، والنص ده امر بامر، اما ان احنا ننفذ واما ان ايه؟ الا يكون تنفيذ. والله اللي نفذ يبقى فعل النص، الذي لم ينفذ يبقى كان منه التولي والإعراض، انحرافه. والانحراف هو يعني في القلب، يعني هو انحرف أساسا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى قلوب منحرفة، قلوب منكرة، نقول على ذلك قلوب من الممكن أن يكون فيها الكبر، وبالتالي حجبوا عن
الانتفاع بذلك الأمر، حجبوا أن ينتفعوا بهذا الأمر. يبقى إلا من تولى وكفر، تولى يبقى تولى وأعرض وأعرض. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. يتعامل مع النص إزاي؟ كأنه ما سمعش حاجة، كأننا لم نتكلم. تخيل لما بتنادى على الإنسان يا فلان، وبالتالي يعني هو سامع، دي المسافة قريبة جدا، هو سامعك لكنه يعني لم يتكلم، لم ينظر إليك، لم يهتم بندائك. يبقى على ذلك ده ماله؟ يبقى كان منه التولي والإعراض، مع أنه هو يعني ما قالش أنا هتولى ولا نعرض ولا لا لا، ولكنه لم يفعل. سلوكه اللي قال كده، سلوكه ده مسافة قريبة، يعني مسافة قريبة، وأنا أنادي عليه بصوت جهوري، يعني نقول يعني يسمع البعيد هذا الصوت، ولكن هو لم يسمع. نقول لماذا؟ لا هو سمع، ولكنه لم يلبي ذلك النداء، لم يلبي، فكان منه التولي والإعراض. فكذلك أيضا إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم تختم الآيات إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مرجع العباد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما الذي سيحاسب العباد؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات قبل ذلك، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمري على ما يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى من الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما مرت علينا الآيات في سورة غافر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوصف رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمري على ما يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إن إلينا إيابهم، مرجعنا لفين؟ يعني إلى الله سبحانه وتعالى. مآب الإنسان إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى مهما يعني فعل الإنسان، مهما تكلم، مهما تحرك، مهما غفل الإنسان، يعني لابد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجه تستقبله، فاتقوا النار ولو بشق طبعا، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى القضية واضحة تماما أو واضحة. يبقى إن فعل الإنسان الخير هيرد عليه بالخير بالنفع، إن عمل شر يبقى هنا لا يضر إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من أعمال العباد للطاعات، ومن أساء فعليها حيرد عليه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لكن كله كان بفضل الله ورحمته وتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني عمل صالحا فلنفسه ونسأف عليه، وما ربك بظلام للعبيد. قدم الخير هيجده، قدم الشر هيرد عليه، هيرد عليه. يبقى على ذلك وما ربك بظلام للعبيد. يبقى يتطلب أننا أعيد النظر إلى هذا الموقف لما أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في أقوال تكلمنا بها، يعني مش عارف كيف أجيب ربي لما يعني يسألني عن هذا القول، كيف أجيب؟ وفي أعمال يبقى على ذلك يستحي الإنسان لما تعرض عن رب سبحانه وتعالى، كيف أجيب رب سبحانه وتعالى؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم تفعل في ذلك الموقف كذا؟ لماذا تكلمت كذا؟ لماذا لم تكلم في ذلك الموقف كذا؟ كيف سأجيب على ربي؟ يبقى وإحنا في حال الساعة والعافية، يبقى الواحد يسعى ويحاول يجتهد ويستعين برب سبحانه وتعالى لتصحيح بقى هذه الزلات وتلك الأخطاء. يبقى أي انحراف في القول أو الفعل، ونحن في حال الساعة والعافية، ورب سبحانه وتعالى بيقبل توبة الإنسان، انتبه يا رب سبحانه وتعالى. بس المطلوب أن أنا أتوب وأنيب يا رب سبحانه وتعالى وأستقيم على أمره وأستعين برب سبحانه وتعالى، وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
يبقى ده المطلوب ان احنا في حال الساعة العافية، يعني قبل ان تأتي اللحظة اللي احنا اساسا لما تعرض الدوين هنندم ندم شديد، يعني ريتنا ما كنا عملنا كذا، ريتنا ما كنا اتكلمنا بكذا. يبقى ان كان الكلام ده هوت بس في الآخرة، فات بقى اوان التوبة، فات اوان التصحيح، خلاص التصحيح ده واحنا في الدنيا، والإنابة والتوبة العظيمة احنا في الدنيا. فانا المطلوب ان انا ارجع بس وانظر مرة ثانية الى دواويني، الى ما قدمنا من اقوال واعمال، يعني نجتهد ونستعين بالرب سبحانه وتعالى، وبالتالي هنصحح اي انحراف، يعني سواء كان قولا او فعلا او سلوكا، هنحاول نجتهد ونستعين بالله سبحانه وتعالى عشان اساسا يعني هذه الانحرافات يبقى نحاول يعني نصحح اي انحراف، اي خطا في القول، اي خطا في الفعل، تستعين بربك سبحانه وتعالى. هنلازم ده هيدفعنا ان احنا نلازم بين الاستغفار والتوبه، نلازم، لان مش هنتذكر كل ما فعلناه وكل ما تكلمنا به، فليس لنا الا هذا الطريق، التوبه والانابه الى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك، يعني الاجتهاد في ذلك. ويبقى انا الازم بين الاستغفار والتوبه، لكن بشروط ذلك، يعني الله عز وجل كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هذه الرحمة العامة اهو، ولكن خلي بالك، يبقى من ستكتب له الرحمة فعلا؟ يبقى رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يبقى للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والله تعالى كما قال: بيغفر الذنب وإني لغفار، ولكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.